اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما اسمك؟ ما شاء الله اسمك بعد محمد ما شاء الله. ما معنى اللهم؟ دعاء. لكن ايش معناها؟ دائما تقول انت كل يوم كل يوم كل يوم تصلي كل يوم تقولها، ما معنى اللهم؟ يعني يدعو. شوف يا محمد، يعني مش عارف انت ما معنى اللهم، لكن الحمد لله الليله راح تعرف ما شاء الله، هذا من توفيق الله عز وجل. مصطفى بين لنا ما معنى اللهم، ما معناها؟ يا الله. حذفت يا حتى تكون بدأ باسم الله الله، هي أصلها إيش؟ يا الله، كلمتان حذفت الياء فصارت الله، والميم دليل على أن في حرف معذوف اللي هو الياء فصارت اللهم. فاللهم معناها إيش يا مصطفى؟ يا الله. إيش معناها يا مصطفى؟ ما معنى اللهم يا محمد؟ يا الله.